الأشهر وتحطوا الرقم بدكم توفر قبل من وراء الخيط تخفيضات هامة مع أحدث تقنيات التصوير إلى كل المدارس المعاهد والجامعات الخاصة فاش تستنى اتصلوا بنا على 75 490 950. نسلطوا فيه الضوء على مشاغل المواطنين ونناقشوها مع المسؤولين صناع القرار في قبيل في حلقتنا الثالثة على 19 سبتمبر 2021 باش نشوفوا أزمة قطاع التمور بالبلاد بسبب عنكبوت الغبار. أبرز التدابير المتابعة لدور وزارة الفلاحة ونغوصوا في سوق الموضوع ونوصلوا لحقيقة الأسباب باش نحكوا كذلك على انتظام المرور وسط المدينة متابعة للوحوش ومشاريع متعلقة بالمشكل كمشروع المأوى البلدي للسيارة. تسمعون على موجات إذاعة نفزاوة بالشراكة مع مبادرة المناظرة نهار الأحد من نصف النهار حتى الماضي ساعة. أمور تهمنا من أعداد وتقديم وجدي حواتة رانيا بن نور وصبرا بن مرزوق. نهار وخمسة دقائق على موجاتنا موجات إذاعة نفزاوة اف ام. مرحبا بكم مستمعين الكل اللي تبعوا فينا على ترددات 100.9 ولا على سيت ويب راديو نفزاوة.net. اليوم لحد موعدكم جديد مع برنامج أمور تهمنا. أمور تهمنا هو البرنامج الشهري اللي يجي في إطار مشروع صحافة الشأن العام لمبادرة مناظرة وبالشراكة مع إذاعات جمعيتية تنضوي تحت الاتحاد التونسي الإعلامي الجمعيتي. معكم وجدي حواتة ورانيا بن نور. مرحبا بك راني. مرحبا بك وجدي. ومعنا صديقتنا صبرة بن مرزوق بالهاتف اليوم تغيب. إن شاء الله صبرة نشوفوك في صحة مخير وإن شاء الله تكوني بحذانا المرة الجاية. صبرة مرحبا بك. عايشك. مرحبا بك وجدي. مرحبا بك راني. عايشك يا صبرة. هي عايش. إذن إذاعة نفزاوة هي واحدة من الإذاعات اللي تلقوا فيها أمور تهمنا في موعد جديد مع المعاودة المدرسية والجامعية والشبكة الشتوية للإذاعة كل ثالث أحد من شهر من نص نهار ماضي ساعة في بث متزامن مع ماندرا اف ام سيليوم اف ام عليسة اف ام ودريم اف ام. البث متزامن على جميع الإذاعات ولكن على كل إذاعة أمور تهمنا يطرح المواضيع اللي تمس الجهة والمنطقة هذيك. خليكم معنا وكونوا مستمعين لجميع المواضيع. إذا مواضيعنا اليوم تهمني وتهمك وتهمنا. عنا الموضوع الأول يتعلق بأول إيرادات محلية واللي هي صابة التمور المهدة بسبب آفة عنكبوت الغبار. نتناقش فيه مع كاهية مدير المجمع المهني المشترك للتمور السيد علي طاهر بوعزيزي. أما موضوعنا الثاني هو متابعة للوعود المحلية بحل معضلة الاكتظاظ المروري بالمدينة. حاضر معنا في الإطار هذايا المكلف بالأعلام في بلدية قبلي سي إبراهيم الحرابي. ناخذ معاك صبرة أكثر تفاصيل في موضوعنا الأول. موضوعنا الأول مهم برشا كما قلت رانيا. يستنوا فيه يتسمى كل أهالي وفلاحين الجهة اللي عنكبوت الغبار اليوم بدي يمثلهم كابوس ويهدلهم صابتهم ومورد رزقهم الأول كما نعرفوا. وضيفنا في الإطار هذا السيد علي الطاهر بوعزيزي كاهي لمدير المجمع المهني للتمور. مرحبا بك سعلي. مرحبا بك أختي ومرحبا بكافة المستمعين. يعيشك مشكور على الحضور. أبقى معنا سي علي. خرجنا وسمعنا آراء الفلاحين على المشكلة هذه. هيا نسمع مع بعضنا شنو كان رأيهم. مرحبا. مناسب البريمير شوية يلزم ما يكونش أقل من 6000 باش يقدر يخلص الفلاح خاطر ما يخفاكش حتى السنة يعاني من السداية ويعاني من كل شيء ذكريات وماء وخدمة وتغليف وثلاثة كلفة 100 دينار النخلة مصاريف متاحة يجي يعملوا لها 3700 باش يخلص الفلاح يلزم 4000 وانت طالع
غير هذا ما تم خلص ب 4000 5000 الفلاح باش يخلص حتى الادويه السينيه حتى يعطوك الدواء تشري الدواء معنا ما يعملش مفعول معنا يجوز ما يكون من 3500 ل 4000 ل 4500 لان المخاصير نتاع الفلاحه تكاثرت ولت النخله تتطلب يد عامله ياسر وتزيد من فوق من هذا غياب اتحاد الفلاحين والفلاحه في دعمهم مش يداووا الناس على الوباء نتاع السدايه الكلفة بتاع الفلاحة توا ياسر في قبلي أقل سوم يلزم يبيع به 5000 فرنك يا رسول الله الكرموس 5000 فرنك وصل حتى 12000 كيلو الدقلة ما قل من 5000 أراه الفلاح مرمد الحل المجمع نتاعته التجار اللي قاعدين يستغلوا في الفلاح هذوما روش الأموال يلزم مجمع وما تخرج حتى كعبة كل المجمع وبسعر موحد كلها فما دواوين علاش ما يعملوش ديوان خاص بالدق ديوان التمور وما يتباع حتى كعبة إلا عن طريقه وبسعر موحد الفلاح مهما كان سوء ما عادش يخلص راه نقول هاد المخاسير اللي قاعد يخسر فيها تو الفلاح على الدقلة يمكن حتى 10000 ما عادش تخلص كيلو وقل رقي يقول لك 10000 فرنك نجو للتعدية يقول لك 6000 فرنك التعدية احسبي عندك هذه 18000 هذه للتنظيف يقول لك 5000 فرنك هذه 21 دينار 10 كعبات ناموسية هذه الساعة 10000 فرنك وزادها 6000 16000 مع ال 21 هذه ولات في 37000 يعني الدقلاية تكلفت توقف فوق من 45 دينار مصاريف عليها هي واقف وهنية في الحالة هذه يلزمها 10000 نجد ترحيبي بيك سي علي كنت أسمع معنا في الآراء متاع الفلاحين وعبروا على معاناتهم في موسم جني التمور وكل فلاح من منظوره الخاص يحكي على مشاكله شنو تعليقك سعلي على هذا يقبل كل شيء والله يا أخوي الغالي شوف ننتقل ساعة من حكاية البرنامج بتاع السدايا السدايا سنة عرفت أضرار متفاوتة ثم مناطق فيها أضرار كبيرة ثم مناطق اللي فيها برشة لهوة وربما حتى حكاية الري وندرة المياه وتعرف مع الانحباس نتاع الأمطار في السنوات الأخرى كيف مع المتغيرات المناخية كيف زاد تعرف اللي العناية بالواحة والأمراض هذه عادة ما نسبة كبيرة من التلافي متاحة يتم مباشرة إثر الانتهاء من صعبة الموسم الفارط والقيام بعملية التنظيف احنا كمجمع دورنا ان نوفر بعض المستلزمات نتاع الانتاج اللي بطبيعه تنصح بها الهيكل المختصه لانه المجمع ماهوش هو صاحب الاختصاص لانه ربما الميزانيه نتاع صندوق الجوده والمجمع بالتعاون مع الهيكل المختصه من بحث والادارات العامه في الوزاره المعنيه توفر بعض المستلزمات لفئه الفلاحين لمكافحه عنكبوت الغبار هذه مهام المجمع معناه اهم مهام المجمع نقطة من النقاط هذه نحكي ونحكي برشا وخيان دخلوا على السدايا وخاصة الموسم الحالي ما تعرف أني مش كان حكر على قبلي فما توزر فما قبلي حتى قصة معناها مست برشا فلاحة وأثرت معناها على جزء من الصابة احنا في المجال هذا وفرنا معنا كيما قلت لك احنا راهو الاستعدادات لي بريفيزيون يتعدوا قبل ما توصل كيما يقولوا فيها ما تبدا المشاكل احنا الاستعدادات هذه عقدنا عديد الجلسات وعديد المراسلات اللي صارت مع الكونفينمون وغيره معناها كسوا معنا جلسات عن بعد ولا بالتواصل عبر الميلات وغيره باش طلبوا من المجمع باش يوفر 28 طن مثل البخاره بالطبيعه كنقولوا 28 طن للمنظومه الكل تعرف اللي البخاره هذه هي الماده الوحيده بعد وبعدين نجيو ثم ماده اخرى اللي تجبدت في الاخر اللي هي معناها اومولوجي كبرودوي شيميك ولكن كبرودوي بيولوجيك البخاره الوحيده هي البرودوي اومولوجي يعني الماده الوحيده المصادقه عليها باش تستعمل لمكافحه عنكبوت الغبار على على على, على, على التمور راهو يعني عنكبوت الغبار تعرف يصيب عديد الغراسات وثم عديد الأدوية ولكن ما هيش مرخصة على جميع يعني ثم عديد الأدوية لكن مش كلها مرخصة على ما فيها في على التمور وأثبتت نجاعتها المادة هذه شوف بالنسبة للبخارة كمداوات وقائية أخوي الغالي تثبت نجاعتها تبقينا هو ما نتصورش فما 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 معناها طريقة بعد ما تضرب السدية هو الطريقة ديما وقائية هنا لا وقائية نحن نحكيه على قبلية مش بعدية
يعني يعني مع الانحباس الحراري، مع ارتفاع درجات الحراره، مع انحباس الامطار، مع غيره، معناها الفلاح خاصه المناطق اللي معروفه بالاكثر عرضه، اللي تكون في الاطراف ومعرضه للغبار، واللي موجوده في الطرق في الممرات، معناها اللي في الكرهف نجم تتحير عليها الغبره والتسويد، عاده هذه مناطق معناها معروفه بالاصابه. دونك المداوات الوقائيه لابد ان تكون على بكري. سي علي، كنت تنجم تتفضل تقول لنا، خاطر كيما حكينا عن كبوت الغبار، كيما هو يمثل خطر كبير على الصابة سني، وينجر عليه برشا خسائر كما سمعنا اراء الفلاحين. الظاهره هذه ليست بالجديده، فهل تم اعداد استراتيجيه لمجابهه الظاهره المتكرره هذه خلافا للتدخل على الوقائي للموسم، يعني قبل الموسم؟ شوف احنا 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 في, 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 في الاساس هذايا ثم مؤسسات البحث اللي هي عاده تعنى بالجانب هذايا، باش هي تقيم هل البخاره هذه ولا هل الادويه اللي موجوده معناها سواء معناها من حيث النجاعه نتاعها، والا ربما لا بدعمها بمواد اخرى. المواد اخرى كما نقولوا موجوده في المارشي، راه ثم مواد متوفره، ربما السعر يختلف، ولكن احنا ما ننصحوش بها، لانه علاش؟ او نبدا واضحين، احنا خويا التمور بتاعنا اكثريتها معدله تصدير. اكيد. واضح؟ وثم محظورات، ثم مواد ممنوعه، احنا ديجا حتى في الحملات التحليفيه اللي نعملوا فيها سواء في توزر ولا في قبلي ولا اللي نعملوا فيها بالتعاون مع المندوبيه مع المركز الفني للتمور، شوف خويا فما برشا هياكل متدخل، ما ننصحوش باستعمال الادويه مجهوره المصدر. أكيد فما أدوية أختي الغالية، نعطيك مثال، راه فما برشا أدوية تعتمد على الطماطم الحقلية وعندها جدوى، ولكن تنجم تخلي رواسب اللي غدوة تأثر علينا على مستوى التصدير. صحيح، أما اليوم نحب نعرف سي علي، سامحني نقص عليك، أعداد استراتيجية لمجابهة الظاهرة المتكررة، خاطر نعرف الظاهرة كي تبدأ تتعاود كل عام لازمها استراتيجية، معناها كما نقولوا استباقية قبل الموسم، يعني هل تم إعداد الاستراتيجية هذه؟ شوف الاستراتيجية، احنا السنوات السابقة الكل مادة البخارة أثبتت النجاعة نتاعها، السنة هذه ظهرت أنه معناها صراحة ماهيش كافية وحدها باش تنجم تحبس هالفليو هذا، كما قلت لكم على الانحباس الحراري مع ارتفاع درجات الحرارة حتى لفترات طويلة مع كذا، أثبتت بصراحة اللي هي كوقائية داكورد، ولكن ماهيش كيراتيف، ماهيش ما تداويش. هني نحسوا المرض هذا زي متجدد سي علي، معناها كيما نقولوا ديما يخرج بحله جديده، ولا كيما الكورونا تو حتى كان معناها تشابه هيك. شوف سي هذه راهو ثم حاجه اخرى، انه الادويه راهو كيف راهو كي تستعملها عده سنوات راهو هل الكائنات هذه تنجم تاخذ المناعه من الواحد تاعها. اكزاكتومون بالضبط. واضح، ولذا احنا بطبيعتنا سنا مع وزاره الفلاحه مع الهيكل المختصه باش الناس تشوف الوضعيه هذه، ولما لا نقترحوا انه تصير متابعه ولما لا الفاليداسيون نتاع مواد اخرى اللي هي تنجم ما تخليش رواسب وتنجم تحمينا من العنكبوت هذه. بالطبيعه هذه ما ينجموا يمدونا بها كان لخيان على مستوى البحر. أكيد. به سي علي اللي نفهمه اليوم اللي الاستراتيجية مختصرة على مادة البخارة فقط، وإلا فما معناها تدخلات أخرى. شوف تم 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 هو لو شوف البخارة ولا الأدوية بصفة عامة أختي الغالية راح يجي في آخر مرحلة. المرحلة الأولى كما قلت لك بكري وسبق وتحدث قلنا راحوا عملية التنظيف نتاع الواحة أثر الانتهاء من جمع الصابة راهي عملية مهمة جدا اللي هي تخفف علينا مسكن من العنكبوت من عديد الأمراض، وحسب الخبراء يقولوا اللي عملية التنظيف بعد عملية الجني تنجم تخفض معناها من نسب الإصابة بالأضرار معناها الأمراض الكل من 60 حتى 70%. ويسي علي هناك اللي هي تخفف يعني بصفة نسبية ماهيش كلية للأسف. سي علي اليوم كما تعرف ولايتي قبلي الهناشير نتاع الدقله موجوده في برشا معتمديات اللي نجم نقولوا 75% تقريبا من متسكني ولايتي قبلي تعتبر الدقله هي مصدر رزقهم الاول اللي قاعدين في الثلاث سنين التالي سامحني خلينا نكمل يصرفوا عليها اكثر من اللي يدخلوا. فهل توجد مساعدات من الدوله لصغار الفلاحين كما انت ذكرت فما برشا حاجات نجم نحاربوا بها الافه هذه كما البخارة ذكرت، هل فما يعني مبيدات بيولوجية مجانية تتعطى لصغار الفلاحين أو عدد من المسيات بسعر رمزي اللي كما أنت ذكرت تختلف في الأسواق وسعرها قاعدين نشوف فيه قاعد يزيد؟ شوف أختي بالنسبة للناموسية
كانت في 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 في, في فتره سابقه كانت مدعومه بنسبه 80%. وقتين فهمتني بطبيعة مع كثرة الطلبات مع المحدودية متاع مردودية الصندوق، راهو صندوق الجودة راهو فيه 1% من عائدات الصادرات. إذا كان يعني نحن نصدروا ب 840 ولا 850 مليار، يعني الصندوق هذا فيه باش يكون فيه 8.4 مليون دينار. احنا كنا في السابق كانت نسبة الدعم في حدود 60%، وقت اللي كانت ب 450 500 ما تفوتش 500 فرنك. صحيح. وقتها كانت الطلبات نتاع الجهات ما تتجاوزش 3 مليون قطعة ناموسية في السنة. بداية من 2019 كثرة الطلبات وارتفعت النسبة من 3 مليون حتى ل 6 مليون، بطبيعة أنت باش تغطي هالطلبات هذية. حاسين يا تلقى مورد آخر باش تغطي منه نسبة الدعم، يا تخفض في نسبة الدعم. فهمتني أختي؟ دونك نسبة الدعم ايش لوني من 60% عملت مرحله ل 70% او توا ب 80%. بالطبيعه 80% كما ذكرت لك انه صغار الفلاحين ما ينجموش يغطوا الاحتياجات هذه اللي قاعدين نشوف فيهم 3 سنين او 4 من اللي طلعت حكايه السدايه هذه، قاعدين يصرفوا على المنتوج نتاعهم نتاع الدقله اكثر من اللي يدخل. شوف اختي احنا متفاهمين الوضع هذا، ولكن المجمع هذا صندوق احنا ماذا بينا راهو اليوم الناموسيه راهي ب 30 ولا معناها بنصف الحق، ولكن تعرفي زاد الدوله وتعرفي الامكانيات نتاع الدوله وقله الموارد مع الارتفاع نتاع الطلب على الناموسيه هذه كيف من جانب اخر تم رفع معناها ما تعرف في اطار معناها التشجيع على استعمال الناموسيه، تم رفع الدعم على البلاستيك معناها بصفه متواتره اللي هو في فتره من الفترات. ايش هي اسباب الغلاء؟ كنت نجم تعطينا الفلاحين اللي يسمعوا فينا يفهموا. اسمعني، اسباب الغلاء تعود لعده اطراف. اول باب الدينار التونسي قاعد يطيح الفالور بتاعه، تعرفي انت هذه ماده مستورده ماهيش ماده ماهيش مصنعه في تونس نجيبوا فيها بالعمله، هذه الحاجه الاولى. اثنين المواد البتروليه وخاصه يعني لي ديريفي يعني المخلفات بتاع المواد البتروليه اللي هي تصنع منها المواد هذه، تعرف المواد هذه تصنع معناها في خير معناها سويت ان كاي تشارج معناها الكره الشروط وفيها معناها مواصفات معينه باش ما تخليناش رواسب التمور سواء بالنسبه للناموسيه ولا بالنسبه للبلاستيك. دونك الماده البلاستيكيه اللي نستعملوا فيها هي الماده الاولى الجرانيلي، معبر عليه بالجرانيلي، الجرانيلي هذا غالي وهو بيدو ماده مستورده ماهوش ما يصنعش في تونس، في فما كان موجود كان في زوج دول كان في ليبيا وفي السعوديه. اليوم ليبيا عرفت الوضع شنو اللي فيها مع هالكوفيد مع الغلاء نتاع النقل. تعرفي نعطيك حاجات نعطيك ارقام انه مثلا الناموسيه كنا نجيبوا فيها من الصين الكادره على مستوى النقل كانت تتكلف في حدود ال 5000 بين ال 5000 و 7000 دولار. معلومه النقل نتاع الكادره الواحده اللي هي تهز تقريبا حدود 90 95000 ناموسيه. اليوم اختي الكادره من الصين لندرتها ولغلق الحدود بتعرف الحكايه بين هي يعني العلاقات بين هي وبين الاتحاد الاوروبي وغيره، اليوم الكادره من الصين تخرج لتونس المعلومه نتاع النقل بركه 22000 دولار. لكن هذا يا سي علي وما ينجمش الفلاح هو اللي يتحمل المشكله هذه. نعرف الغلاء ونعرف كل شيء، لكن اليوم الفلاح هو الحلقه الضعيفه في الموضوع هذا كل، ونعرف اللي الدقله ومردودها على الاقتصاد التونسي مهم ونورمالمون معناها في الحاجات هذه الكل يكون الفلاح هو معناها كما نقولوا الطرف الاول اللي لازم يكون مدعم اللي لازم يكون متعاونين به، خاطر زاد الكورونا راهي تعبت الفلاح ونعرف ان التمر كيفاش كان ما يتباعش خاصه في ولايه قبل. احنا في هذه منذ انطلاق الجائحه هذه ربي رفع علينا معناها سعينا انه نرفعوا في نسبه الدعم، ولكن راح ماهوش المجمع وحده يطلب، راه فما اطراف اخرى يجب تتكتل مع المجمع باش السلطات تستجيب، لانه تعرف الماده هذه راهي معناها جيري معناها مسيره بسمى قانون يجاريها اللي باش يخرج منشور هذا يلزم يكون منشور مشترك بين السيد وزير الفلاحه والسيد وزير الماليه باش المجمع ينجم يطبق. اليوم المشكله وين بالنسبه للمجمع؟ اليوم المشكله وين؟ المشكله انه احنا في تواتر الحكومات في بعض الاشخاص اللي ربما مش راضين برشا على اداء المجمع ولا غيره ولا حتى المجمع. تعرف المجمع في بداياته، تعرف المجمع لحد الان ما تمش تركيزه بصفه نهائيه. المجمع اليوم يعاني في عديد الصعوبات حتى من حيث التمويل المالي حتى من حيث الاطار. تعرف المجمع معناه خرج قانون كما ذكرت
سامحني سعليك ما ذكرت لازمنا كل نتجندوا للشيء هذا، لكن اليوم احنا سيء على ابواب، دخلنا للموسم نتاع الدقله وفما دقله بدات تطيب، اللي موسم سنه يعتبر مهدد يعني من غلاء اسعار الناموسيه والا من آفة السدايه اللي هي خلينا المصطلح نقولوا ان هلكت العديد من الهكتارات. كيفاش نجموا ننقذوا موسم سنه؟ شوف احنا باش نرجعوا، تم اجراء تم اعتماده السنه الفارطه وجاب صفه متاخره، ورغم ذلك معنا ولايه قبلي كان عندها نصيب طيب من استعماله. اللي احنا حابين نعاودوه الاجراء هذايا هو فيما يخص الاعانه على مستوى صناديق البلاستيك لجمع الصابه وعمليه الخزن، معناها اللي ان شاء الله في الايام القليله القادمه باش يخرج منشور ينظم العمليه هذه، باش نشوفوا اللي باش يمتعوا الفلاحين معناها بنسبه من الدعم على شراء صناديق بلاستيك، وكيف كيف باش يتم دعمهم معناها للقيام بخزن التمور في المخازن شهرين معناها بنسبه 100% تغطيه المصاريف بنسبه 100% وشهرين بنسبه 50% على القليله يحميوا الفلاح من المضاربه، وهكذا الفلاح على القليله ينجم يصنف اموره كيف كيف، خاطر شوف الشراءات على رؤوس النخيل فيها راهو فيها جوانب ايجابيه وفيها برشا سلبيات. مشكور سي علي على حضورك معنا، الوقت داهمنا، ان شاء الله يا ربي نشوفوا حل المشاكل هذه ونشوفوا الفلاح في 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 مخير ما هيك، خاطر راهي صابت التمور مهمه ياسر بالنسبه لل شوف سي هذه انا ماذا بيا نقول معك 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 وجدي حويته من اذاعه نبزاوه سي علي. سي وليد مرحبا بك، سي وليد وجدي مرحبا بك على كل. سي وليد شوف هذه مسؤوليه جميع الاطراف، لابد ان الناس الكل تتكاتل باش تلقى الحلول الكفيله، وخلينا من المجدبات ومن الحاجات الاخرى، الاهم انه نلقوا حل الفلاح. الفلاح لا يعني هل النقاشات الزايده وغيره، كل يحب حل، اليوم يحب الحلول على الطاوله. يعني اليوم المجمع وحده ما يكفيش، يعني طبيعي المجمع وحده ما يكفيش، لانه كان نعطيك اضافات. اليوم البلديات دورها مهم في اسواق الانتاج، وين اسواق الانتاج، وين تنظيم وزاره التجاره، وين تنظيم مسالك التوزيع للسوق الداخليه وغيره وغيره وغيره. راهو المجمع ما هو الا حلقه من جمله حلقات. راهو اكيد سي علي مشكور على حضورك معنا، والمجمع راهو ديما مفتوح ومستعد للافكار نتاع الناس الكل والاطراف، خاصه الاطراف الفاعله. مشكور برشا سي علي، اكيد هذا مش غريب على المجمع سي علي، كان حاضر معنا سي علي طاري بوعزيزي. مشكور على حضورك معنا وعلى اكثر التفاصيل هذه. نخرج فاصل كسير ونرجع. We'll be right back.
سلطوا فيه الضوء على مشاغل المواطنين وناقشوها مع المسؤولين وصناع القرار في قبلي في حلقتنا الثالثة نهار لحد 19 سبتمبر 2021، باش نشوفوا أزمة قطاع التمور بقبلي بسبب عنكبوت الغبار، أبرز التدابير ومتابعة لدور وزارة الفلاحة، ونغوصوا في صلب الموضوع للوصول لحقيقة الأسباب. باش نحكوا كذلك على اكتظاظ المرور وسط المدينة، متابعة للوعود ومشاريع المتعلقة بالمشكل كمشروع المأوى البلدي للسيارات. تسمعون على موجات إذاعة نفزاوة بالشراكة مع مبادرة مناظرة نهار لحد من نصف النهار حتى الماضي ساعة. أمور تهمنا من أعداد وتقديم وجدي حويتة، رانيا بن نون، صبرة بن مرسول. أنا معكم مستمعين على موجات كنا نحكو على موضوع التمور والعنكبوت الغبار اللي هو موضوع شيق ياسر وموضوع مهم رانيا بالنسبة للفلاحين في ولاية قبلي. موضوعنا الثاني اللي هو رانيا موضوعنا الثاني وجدي باش نبحثوا فيه على مدى تطبيق الوعود المحلية لحل مشكلة الاكتظاظ المروري. نلقوا الكراهة بتوقف وين يجي وحتى في السونس انتردي يعني، وهذا يعمل مشكل كبير في سير العملية المرورية، وخاصة مع انه مشينا في ماشين يعني نستقبلوا موسم دراسي جديد وتكثر الحافلات وسير التلاميذ وخاصة الصغار يعني، والشوارع كبيرة موجودة في المناطق السكانية يعني كما نعرف في قبلي، فالعملية المرورية ولا تتخوف. حاضر معانا في الإطار هذايا قبل ما يكون حاضر معانا راني خلينا ساعة نحط الأمور في إطارة. أيوه كان من الأساس يكون حاضر معانا رئيس البلدية سي أحمد يعقوب، كنت على اتصال معاه وتفهمنا لكن قال لي راني ما نجمش، وباش يكون حاضر معانا معناها المسؤول على الاعلام في البلديه اللي هو سي ابراهيم الحرابي، لكن في اخر لحظه ما رانا الا كي نطلبوه يقص علينا التليفون قال ما في باليش، رغم اللي كل شيء كان بالتنسيق معه ومع سيد رئيس البلديه. ان شاء الله يكون مره اخرى ينجموا يجاوبونا ويردوا علينا في الكلام هذايا. حاضر معنا تو المندوب الجهوي للجمعيه التونسيه والقائم محافظ الطرقات سي عمار حويته، في زيد يعطينا ريكاب اكثر ويحكي لنا شويه على الاختناق المروري وسط البلاد. مرحبا بك. الو خليك معنا. مرحبا بك سي عمار. اهلا وسهلا اختي رانيا، وينك يعيشك.
يعيشك، مشكور على الحضور وعلى قبول الدعوة. عنا أراء بعض المواطنين على هالمشكلة هذية، هيت نسمع مع بعضنا، خليك معانا. تفضل. والله بالنسبة لاكتظاظ الفوضى في البلاد هذه ماهيش حكاية جديدة علينا، هذه ظاهرة قاعدين تعيش معها كل يوم. تجي الواحد الصباح يخمم باش يمشي خارج ورقة ولا باش يقضي قضية اللي هي من باجد لنص ساعة، يعدي نهار كامل برا. وضعي كل علاش على خاطر الفوضى والسيركلاسيون في البلاد، عبيد ماهيش قاعدة تحترم في بعضها جملة زايدة، حتى ترد وراء التوكيل واحد باش يقول باش يتعدى يحتاط من السيركلاسيون والكراف اللي في وسط البلاد يلقاها معبية بالنصاب العشوائية وكل شيء. ما حكاية بركة باش نقولها، راهو امبارح سبيطار فارغ اليوم معبي، يعني نحترموا بعضنا ونتجنبوا من اكتظاظ، رانا ما عندناش مسؤولين على بلادنا. اكتظاظ مروري كبير في قبلي خاصة نهار اثنين وثلاث في سير الايام زاد، خاصة في مرش الخضر اللطاني غادي، هذه خاطر العباد تحط فكربها على اليمين وعلى اليسار، زاد سوء تنظيم تاع نصبة الخضرة، معناها تشوف فيهم ينصب ونجي يحط كربتة ونجي، وزيد عليها فما الكمية الكبيرة معناها الشاحنات الثقيلة تدخل من الطريق هذاك، مرموعة كان فما حزامية معناها يتعدوا منها ولا حاجة، ونقصين زاد باركينج معناها باش تحط عباد كراهبها معناها في الأيام هذه. تو حاليا في قبلي طلع نلاحظ برشا اكتظاظ، معناها من خاصة في الكراب تلقى نجمش تمشي هيك كراهبتك وكل شيء، خاطر برشا كراهب وكل شيء، ما فماش لا باركينج لا فماش حتى بلاصة وين تحط كريبتك، حكاية حدا توقف لحظة تسكر اثنية وتحبس الحركية وكل شيء، وحتى في العباد معنا في السوق ولا حكاية لاحظ برشا اكتظاظ وفماش حتى شيء مرحبا بك سي عمارة مرة أخرى معانا. كنت تسمع في آراء المواطنين، كنا نسمع العباد تحكي على الاكتظاظ، العباد تحكي مش لقي وين تراكي، العباد تحكي خاصة على يوم الاثنين والثلاثة اللي فيهم السوق الأسبوعية بمدينة قبلي. كان تعطينا أكثر تفاصيل ونعرفوا اللي الجمعية التونسية هي من أكثر الأطراف المواكبة للمواضيع هذه في ولاية قبلي، تعطينا أكثر تفاصيل عليه. شكرا على الاستضافة. هو في الواقع وضعية المرورية في قبلي وضعية شائكة ووضعية قديمة جديدة، بمعنى أن هي معناها عندها سنوات وحنا نعالجوا فيها. البلدية على كل حال نحس أن هي تحاول تقوم بالواجب، ربما معناها الإمكانيات تعوزها أو ربما بعض الإشكاليات، ولكن المشكل هو أن الضغط المروري، بمعنى أن السيارات والعربات قاعدة تزيد كل يوم أكثر من يوم، مع أن البلاد طبعا المدينة هي الطرقات ضيقة، معناها التخطيط العمراني بتاع المدينة ربما ما كانش مواكب في يوم ما للأشياء اللي بتصير اليوم. ثم حلول، والحلول بالطبع تاخذ وقت وتاخذ معناها الكثير من المجهود، مثل معناها إنشاء المحطات أو ربما معنى الباركينج البلدي، كذلك معناها توسيع بعض الطرقات، معناها الانتباه أكثر أو ربما اللهو أكثر الانتساب الفوضوي ربما، أو حتى انتساب معناها زايد شوي على المحلات وكذا، ربما ينقصوا شوي من الانتساب اللي يسكر الأرصفة، تغيير بعض ربما المحطات اللي احتمال تكون فيها بعض الإشكاليات خاصة تو بالنسبة للوسط المدينة، مع رجوع كلام ذا زاد ثم ربما يشوفوا لهم ربما مكان آخر يكون أحسن شوي، معنا من ذاك المكان اللي تبع الكار معناها 11 ونص نهار وثمانية وكذا مسكر الطريق، ربما زاد كذلك لازمها شوية معناها ربما تغيير. واقترحنا احنا كجمعية في العديد من المرات في المجالس المرورية، اقترحنا مع أطراف أخرى بعض الأماكن، ولكن ما صارش ربما تطبيق لعدة أسباب. هو هذا هو سي عمار، أنه المرموعة الحلول موجودة، المشاكل معروفة، أسباب المشاكل معروفة، والحلول زاد اقترحت في المجالس المرورية وبرئاسة المعتمدة كانت حاضرة وبرشا أطراف أخرين ما غير الجمعية التونسية وقائمة حفظ الطرقات، وتفرضت الحلول وصار فيها محاضر جلسات. التطبيق نعرف ما تنجمش تجاوبني على التطبيق، مدى التطبيق على خطر ذايا مش من دور الجمعية التونسية القائمة حفظ الطرقات، لكن حبينا نشوفوا هل الحلول هذه كانت ناجعة في الفترة هذيك، كانت معناها حلول استباقية قبل ما تصير لنا كوارث أخرى اللي قاعدين تو نشوفوا في اكتظاظ مروري خانق في ولاية قبل. هو والله يشوف هي استباقية بالطبع، ولكن هو إذا كان ما تنفذتش معناها وكأنه ما فيش موجودة الحلول،
هي الحلول احنا موجوده من معناها من قديم الزمان نقول احنا من وين اذا كان نرجعوا لل اقتراحاتكم اقتراحاتنا هو اقتراحاتنا هو اول اقتراحات في البدايه معناها حتى قبل الثوره اقترحنا ان نعمل مخطط مروري لمدينه قبلي ثم معناها مكاتب دراسات وكذا ولكن ما صارش العمليه هذه على اساس ان هم معناها ربما ما عندهمش هذا هو سي عمارة سامحني باش نخص عليك كان تفضل يعني رئيس بلديه قبلي سي احمد يعقوب قبل وتحدث على الموضوع هذايا باش يكون فما تقليص من الاختناق والازدحام وين وصلت اليوم التجهيزات نتاع الماء وهذه في ولاد يعقوب وطريق جيب زيد والله يعني ما نقدرش نحكي لك على التجهيزات لان بالنسبه لي يعني في بالي الامور قاعده تمشي ثم شويه تعطيل عام الاول صارت شويه تعطيل ربما معناها من امور اداريه ولكن حسب ما نتصور معناها حسب ما سمعت من البلديه يقولوا قاعده الامور ماشيه حق ما يعني ما نجمش نعطيك هذه خاطر مش من مسؤوليتي يعني اعطيتك عليها الاقتراحات اقترحتها الجمعيه اقترحنا معناها قلنا مثلا تغيير ربما بعض الانهج مثلا كما شارع بورقيبه من امام التجاري بنك او ربما معناها من غاديك حتى للروضه الجيش او سبيطار القديم انا يولي اتجاه واحد والاتجاه الثاني يكون وراء اسمه المأوى نتاع البلديه القديمه ذاك من تالي وتدخل ولاد يعقوب ينجم يكون مثلا هذاك حل دخول من غادي والخروج من باش على الاقل ينقصوا شويه الاكتظاظ كذلك ربما في طريق هذايا نتاع الشهداء نقولوا احنا معناها العلوه نتاع مفترق شعله كذلك توسيعه ربما معناها لا مش المفترق توسيعه الارصفه الرصيف تلقى طوله 5 6 متر عرضه وماشي معناها مش مستغلينه ماذا بينا ينجم يتوسع شويه طريق يحط فيه زي ما دي باركينج صغار او ربما شويه اتساع باش تكون ياخذ اكثر عربات كذلك تم اقتراح اكثر معناه صار هو انا قلنا علاش لا ما نغيروش موعد الـ ربما السوق الاسبوعيه من اثنين وثلاث ربما يولي سبت او حد او جمعه وسبت او هكذا اخر الاسبوع ربما تتحرك البلاد اكثر وتنقص الضغط على وسط البلاد وفي اول الاسبوع ديما تلقى اثنين وثلاث خاصه تلقى شيء خانق وحتى معناها ربما بعض القضايا اخرى بعض الاشكاليات وكذا حتى قضاء المصالح الاداريه غير ممكن. صحيح سي عماره اللي تحكي فيه قاعدين نعانوا منه اليوم تقبلي ومشكور على التدخل معانا. حبيت نسالك على دور الجمعيه للوقايه من الحوادث في تقبلي بصفتك كنت المندوب الجهوي للجمعيه هذه. هو دور الجمعيه تحسيسي ومعناها ابداء مقترحات نقولوا احنا فعليه معناها احنا نحاولوا نعملوا تحسيس نحاولوا وبالشراكه بالطبع مع جميع الاطراف كما معناها المدارس الابتدائيه كما دور الشباب كما نوادي الاطفال كما كذا ديما قاعدين نحاولوا نعملوا اكثر ما يمكن الجهه السنيه عندنا برنامج ان شاء الله لاعاده احياء النوادي المدرسيه محضرين معنا برنامج فني ان شاء الله كذلك معناها هل فهم استجابه هل فهم استجابة من الهيكل المختصة على حكاية المشكلة اللي قاعدين نعانوا فيها؟ هاني قلت لك هو الاستجابة موجودة ولكن كما قلت لك راهو شوف راهو باش تعمل حاجة يلزمها ديما يلزم إمكانيات ويلزم إرادة يلزم الإرادة أن تكون موجودة وباقي الإمكانيات تتوفر يلزم الإرادة نتاع البلدية أو نتاع الأطراف اللي والتجهيز أو غيرها يكون إرادة موجودة معناها يلزم كيف نعملوا برنامج يتحسن راه مش الفائده في محاضر جلسات اذا كان نرجع محاضر جلسات تاع البلديه تلقى اقتراحات نتاع الجمعيه ما شاء الله هم صحيين عليها وموافقين عليها ولكن ما تنفذش ثم عوائق اخرى ربما اداريه عوائق ربما ماديه عوائق اخرى ما اجتماعيه زاد او من عشنو وربما معنا ثم عوائق اخرى هذه تتسلى عليه البلديه ولكن احنا كجمعيه قاعدين نقدموا سواء في مع البلديه في اللجنه المروريه او في الولايه كلجنه جهويه وقاعدين نحاولوا نعملوا مقترحات وان شاء الله لكل حد تحسن الامور ان شاء الله ان شاء الله سي عمارة وقتاش ينطلق البرنامج التحسيسي هذا نتاع النوادي المدرسيه بالنسبه للبرنامج التحسيسي نتاع العوده المدرسيه بتبع هو مختلف الاشكاليه الكورونا عطلتنا شوي قلنا ربما معناها ان شاء الله ربما بدايه من الاسبوع القادم باش يكون معناها امام بعض المدارس وبعض المعاهد باش نعملوا كبدايه تحسيس ثم في مع الانطلاق الفعلي او ربما معناه التركيز يكون تاع النوادي المدرسيه ربما نسعوا سنين حتى في الجامعه باش نعملوا ربما ما معناها نادي معناها في الجامعه للقائمه على الطرقات وان شاء الله على كل حال نلقوا الاستجابه ونلقوا معناها
الامور هي تمشي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. مشكور سي عمار على تدخلك معنا وعلى اكثر التوضيح هذه. مرحبا بك. ومرحبا بك في مره اخرى. كان معنا سي عمار المندوب الجهوي لجمعيه التونسيه الوقايه من حوادث الطرقات. قبل ما نخرج فاصل حبيت نحكي على مشكله الاكتظاظ المروري هذه باكثر تفاصيل مع رئيس البلديه، لكن الله غالب رئيس البلديه ما كانش حاضر معنا لظروف ان شاء الله تكون مره اخرى نعلموها. انا راني كنت حاضر في البلديه 3-4 أيام يومي، نمشي ونجي على البلديه، وزاد مشيت للاداره الاخرى اللي موجوده في ولاد عقوب، ومشيت للمهندسه اللي تخدم في المشروع هذا نتاع الباركينج، لكن ما راني ليه ما هي فيها حتى شيء. قالت لي اني مازلت ما وصلتنيش الاستراتيجيات ومازلت ما وصلتنيش الاخبار. معناها بصفه اخرى وبكلمه اخرى خلينا اليوم نكونوا واضحين، اللي البرنامج هذا تم تعتيمه ولا تم ممكن اخر دوسي في الطاوله من لوطا، هو اللي هو برنامج مهم نورمالمون وبرنامج في محاضر جلسه من المعتمده زاده كانت حاضره، مشيت زاده باش نقابلها لكن ما نجمتش على خاطرها كان عندها مواطنين وكان عندها برشا عبيد. إن شاء الله نخرج فاصل ونرجع معكم. عيش صورة الشهر كما العادة. نعرف الناس الكل عندنا صورة للشهر في برنامجنا أمور تهمنا، باش نطرحوا فيها نقروا شوية تعليق من تعليقكم ونحكوا على الصورة شوي. أول كومنتير اللي هو الرجاء من رئيس بلدية التطبيق، الرجاء من رئيس بلدية تطبيق القانون وعدم ترك تجار السوق الانتصاب خارج السوق وخاصة بالطريق العام. هل يعقل طريق المنصورة قبلي يغلق يومين في الأسبوع ثم يترك بهذه الصورة، الصورة اللي ما شافش الصورة على الفيسبوك اللي هي المخلفات متاع السوق الأسبوعية اللي موجودة في بعد انتهاء السوق، تنجم تدخل تشوفوها على صفحتنا في فيسبوك نفزاوة اف ام. راني برسمي طريق المنصورة هذاك الناس الكل تتعدى منه، يعني الكراه ابو العبيد وكل شيء بعد سوق ثلاث الوضعية كارثية، يعني بز ما نعرفش اني باكوات اي حكاية تلقاها معنا ياسر ما ندريش اني كيفاش يعملوا معنا وقتش الحملة النظافة يعملوها وقتش وعلاش اصلا تصير هذيك، يعني علاش مش ديريكت في ساشي بوبيل وتتعدى ديريكت للواحد، الله اعلم. الكومنتير في محله هو خاصة الانتصاب البر، خاصة الانتصاب احنا عندنا السوق الاسبوعية ذيك مسكر باش تنتصب فيها العباد الداخل، لكن الانتصاب في الطريق موجود العام في كل هو ممنوع وممكن تصير بعد التنظيف بعد بنهارين ثلاثة، لكن مش هذه المشكلة قد مشكلة الانتصاب البر وتسكير الطريق اللي هو مش صبرة. تسمع فينا صبرة معنا؟ نسمع فيك وجدي. صحيح وجدي التصويرة هذه مؤسفة جدا للولاية وللمكان، لكن ثم كومنتير وجدي جذب انتباهي
اللي هو واحد قال هدي قالت كل بلاصة معروفة شكون نصب فيها اللي يخلي وراه فضلات يتحاسب عليها خطية وإلا يقوم منعه من الانتصاب في البلاصة هذيك. عجبني الكومنتر هذا لأنه كل واحد من المول البلدية مرخصت له في المكان اللي ينصب فيه أكيد. ولا لا أكيد أكيد. هو 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 بصراحة كومنتر به معناه كل واحد حمل مسؤوليته، كل واحد نصبت في بلاصة خليت حاجة ذيك تبعتك أنت معناك الفضلات ذيك الكل تتحسب عليها أنت مثلا. هو كومنتير بصراحة يعطي لا لا في محل لو فما سياسة ردع نورمال مول أي واحد معناها يتجاوز الحدود متاع على خطر هو عندك أنت بلاصة معينة لازمك تحط فيها سينام بعد تنظف وراها وإلا حكاية يعني مش أكيد. هو لازم يكون على خاطر انقسموا بين واحدين يقولوا البلدية نورمال مود تحط معناتها تنظف وزاد البلدية مش باش تبقى ديما تنظف، كان كل واحد كيكمل النصبة متاعه ينظف شوي والبلدية تجي تكمل وكاكا مع بعضنا المواطنين والتجار خليني نقول والبلدية نوصل لصورة أحسن. أكيد مسؤولية مشتركة بين المواطنين والبيعين والرئيس البلدية يعني أكيد الزوز. أكيد هي مشتركة المسؤولية خاصة أنا قلت لك في الانتصاب خارج السوق اللي هو رو ذي نورمالمون يكون ممنوع يعتبر غير قانوني واجد. أكيد غير قانوني أكيد. مشكورين مستمعينا، نذكركم مستمعينا اللي برنامجنا أمور تهمنا يجي في إطار مشروع صحافة الشأن العام في صحافة الشأن لمبادرة مناظرة وبالشراكة مع 5 إذاعات جمعياتية تنضوي تحت الاتحاد التونسي الإعلام الجمعياتي وهي عليسة أف أم، مندرة أف أم، دريم أف أم، وسليوم أف أم. شكرا على الاستماع والمتابعة وشكرا على حضوركم معنا خاصة الضيوف. شكرا صديق. خلوا تعليقكم على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى لايف، نجم تعودوا تفرجوا في برنامجنا على صفحات لايف على صفحة الإذاعة وعلى صفحة مبادرة مناظرة. حلقتنا القادمة في نفس التوقيت وعلى نفس الإذاعة ثالث أحد في شهر أكتوبر. ما تنسوش الموعد الشهري كيف كيف مع أمور تهمنا لبودكاست نهار السبت 25 سبتمبر في صفحة مبادرة مناظرة. وشكرا مرة أخرى مستمعينا وإن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله. برنامج شهري يعنى في صحافة الشأن العام نسلط فيه.